من ضروره التنفيذ الفعلي على الارض، وخير دليل على ان الامل في التغلب على تحدي تغير المناخ لا يزال قائما. اذا ما توافرت الاراده والعزيمه، ولعلكم تتفقون معي انه اذا كنا نرغب حقيقه في السير معا نحو مستقبل نضمن فيه ان تبقى درجات الحراره عند مستوى ما دون الدرجتين مئويه، وإذا كنا بالفعل عازمين على صنع مستقبل للجميع وبالجميع فإن واجبي يحتم علي أن أصارحكم ببعض الشواغل التي لابد ألا نغفلها أو نتناسى وجودها وهي أن قدرتنا كمجتمع دولي على المضي قدما بشكل موحد ومتسق نحو تنفيذ التزاماتنا وتعهداتنا وفقا لاتفاق باريس انما هي رهن بمقدار الثقه التي نتمكن من بنائها فيما بيننا ومن ثم فانه من الضروري ان تشعر كافه الاطراف من الدول الناميه خاصه في قارتنا الافريقيه ان اولوياتها يتم التجاوب معها واخذها في الاعتبار وانها تتحمل مسؤولياتها بقدر امكانياتها وبقدر ما تحصل عليه من دعم وتمويل مناسبين وفقا لمبدا المسؤوليه المشتركه متباينه الاعباء بما يتيح لها درجه من الرضا والارتياح ازاء موقعها في هذا الجهد العالمي لمواجهه تغير المناخ وان ذلك لن يتاتى سوى من خلال تهيئه مناخ من الثقه المتبادله يكون محفزا وداعما لمزيد من العمل البناء ولن يتاتى ايضا بدون قيام الدول المتقدمه بخطوات جاده اضافيه للوفاء بالتعهدات التي اخذتها على نفسها في تمويل المناخ ودعم جهود التكيف والتعامل مع قضيه الخسائر والاضرار الناجمه عن تغير المناخ في الدول الناميه والاقل نموا على نحو يضمن صياغه مسارات عمليه لتحقيق الانتقال المتوازن نحو الاقتصاد الاخضر ويراعي ظروف الاوضاع الخاصه لهذه الدول